برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار ذاكرة الإبداع سوريا، افتتحت وزارة الثقافة في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق أيام الفن التشكيلي السوري لعام 2019. تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الرواد الذين كان لهم الدور الكبير في الحركة التشكيلية في سوريا بأعمالهم. نحن ننشد من هذا الاحتفال أن نؤسس لبنالي دمشق، ونحن اليوم يعني سوريا كما تعلمون جميعا تتعافى وبدأت الحياة الطبيعية تعود بكامل مجرياتها، فالبنالي كان يحتاج إلى هذه الحياة الطبيعية، فنحن عبر هذه الأيام التي نحتفل بها اليوم نؤسس لبنالي قادم لدمشق. نحن نريد من خلال هذا المعرض، من خلال هذه الذكرى التي أسميناها أيام الفن التشكيلي، أن نقول إن مشروعنا هو الحياة، وإذا كان مشروعكم هو الموت سوف نؤكد لكم إننا نبني على جيلنا الحالي، على أطفالنا، على شبابنا، سوف نبني المستقبل لأجل سوريا التي أنتم تحاولون تدميرها، ولكن لن تستطيعوا ما دمنا نملك هذا الجيل هذه الإمكانيات التي تلون الحياة بألوان الفن التشكيلي. تخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي تحت عنوان معرض المعارض، تحدث عن تاريخ التواصل بين الفن التشكيلي في سوريا مع الجمهور وتاريخ الحركة التشكيلية وأهم الأعمال في خمسينيات القرن الماضي. هي سوريا مهد الحضارات، تاريخها يشهد على إبداع كان وما زال منارة تضيء سماء العالم، فمن جذور هذه الأرض الطيبة يخلق الإبداع رغم جميع الظروف.